بكميات وفيرة من أجل إنقاذ المصابين. هذا وقد قرر مجلس الوزراء تأجيل الدراسة بكل المدارس والجامعات بجميع المحافظات، وذلك لمدة 72 ساعة حتى يتم خلالها التأكد من سلامة الأبنية التعليمية والجامعية، وذلك حرصا على سلامة أبنائنا من الطلبة. وقد أدلى محافظ القاهرة بالتصريح التالي حول الإجراءات التي اتخذتها المحافظة لمواجهة الآثار الناجمة عن الزلزال. بمجرد أن شعرنا بما حدث وتأكدنا أنه زلزال غير عادي حدث في المنطقة، فورا اتصلت بغرفة العمليات اللي عندي في المحافظة، واخترت باستدعاء جميع المسؤولين، مدير المدريات، نواب المحافظ، رؤساء الأحياء، الدفاع المدني، الإنقاذ المركزي، كل بمعداته، وكل تواجد في موقعه، المستشفيات، استدعينا الأطباء، طلعنا نداء في الإذاعة فورا بالتنبيه على جميع السادة الأطباء بالتوجه فورا إلى مستشفياتهم، ورفعت حالة الاستعداد في كل مستشفى إلى حالة القصوى. بدأت بقى تيجي البلاغات إلى غرفة العمليات، تترى بدأت بسيطة ثم بدأت تكثر، حتى هذه اللحظة اللي أنا بكلمك فيها حوالي 98 عقار ما بين انهيارات جزئية وانهيارات كاملة، وأغلبها في منازل قديمة في مناطق وحياة قديمة مثل باب الشعرية، الجمالية، الظاهر، وهكذا، انما في يعني في اغلب احياء القاهره، انما انهيارات جزئيه او منازل صغيره قديمه. انما الحقيقه الاكثر الاحياء تضررا اللي فيها من هذه الكارثه هي الجماليه والساحل، مصر الجديده، اللي فيها عماره بحالها 14 دور انهارت الى سطح الارض، مع ان العماره دي ليها كذا سنه الحقيقه، من سنه كذا و70 وما اعرفش يعني ايه اللي حصل فيها بالظبط. والظاهر ودرب الاحمر دول اكثر احياء القاهره في المناطق السكنيه تضررا من من الزلزال. ارجو ان يعني تكون الكارثه تقف عند هذا الحد، لان جميع الاجهزه شغاله دلوقتي. انا كنت مريت على قبل ما اجي غرفه العمليات، مريت على مصر الجديده، واطمأنيت الى تواجد جميع اجهزه الدفاع المدني والانقاذ المركزي، اطمأنيت الى سرعه رفع الانقاذ، اطمأنيت الى سرعه الاخلاء والترحيل الى المستشفيات، عربيات اسعاف منتشره في الموقع وفي جميع المواقع التي تاثرت بالحادث. ايضا الحاجه اللي انا برجوها من اخواننا المواطنين ان يبتعدوا بقدر الامكان عن موقع العمل، حتى يتركوا فرصة إلى أجهزة أنها تعمل بحرية وبمناورة أكثر، لأن وأنا في الموقف المصري جه هناك يعني تكدس غير عادي وما بيعملوش حاجة الحقيقة. صحيح في بعض إخواننا من المواطنين كتر خيرهم بيعاونوا، ولكن الباقي كله واقف يعني معطل المرور ومعطل التحرك ومعطل الشغل إلى آخره. فأنا أرجو من إخواننا المواطنين مشكورين أن كل واحد يلتزم في بيته أو في موقعه ولا يدوا فرصه لتعطيل الاجهزه التنفيذيه في العمل. فندم، ما هي التعويضات اللي بتقدمها محافظه القاهره للمنكوبين؟ هي قبل التعويضات الحقيقه تم تشكيل لجنه من رئيس كل حي ومعه مندوب الشرطه في الحي ومندوب الشؤون الاجتماعيه لعمل حصر سريع وعاجل للاسر التي تاثرت من هذه الانهيارات لتسكينها فورا والنهارده قبل بكره. فكل رئيس حي دلوقتي بيحصر الأسر التي تأثرت وبيبعتها فورا إلى منطقة الإسكان في حي السلام. رئيس الحي جاهز دلوقتي، فاتح مكتبه ومعه مندوبين الشؤون الاجتماعية والشرطة لاستقبال هذه الحالات وتسكينها فورا. الشؤون الاجتماعية بتصرف بطاطين، بتصرف إعانات مالية. لسه كان سيد رئيس الوزراء موجود، كان في المكتب وكان بيديني تليفون دلوقتي عشان بيطمن على الحالة، وديته فكره عن حصل لغايه هذه اللحظه. هو سياده رئيس الوزراء حتى وجميع الساده الوزراء الحقيقه يعني بيتابعوا الموقف في القاهره او في القاهره الكبرى التي تاثرت بالحادث تتبع كامل وكل نصف ساعه تقريبا، ولم يدخر وسعا في تقديم كل ما نطلبه
من إعانات وبطاطين ومساعدات من العربيات أو خلافه، وأيضا وزارة الداخلية والقوات المسلحة. الحقيقة كل واحد معهم يعني عايش في الصورة تماما مع جيش المحافظة.